الجميلة المتألقة دائما ملكة الريد كاربت النهاردة لقاء سويدان، بقول لك منورة طبعا المهرجان وحفل الافتتاح. ميرسي يا محمد، المهرجان دايما منور وبكل النجوم. عايز اقول لك ذوقك راقي جدا في اختيار فستانك، ما شاء الله يعني. ميرسي، كلك ذوق. قولي لي بقى استعداداتك لحفل الافتتاح، هل بيبقى لك طقوس معينه كل سنه؟ بص، هو الواحد طبعا بيقعد ياخد وقت شويه، هيلبس ايه وهيلبس ستايل ايه ولون ايه. مهرجان السنه دي مختلف شويه في اللبس، لانه طبعا وفاه النجم محمود عبد العزيز، يعني برضو لازم نبقى حتى في اللبس يعني مش قادرين نختار الوان نفعة. بقعد بقى افكر هعمل شعري ايه، ازاي مختلف ولا لا. يا رب في النهايه بيبقى لوك، يعني يا رب يبقى لوك مختلف ويعجب الناس. اكيد اكيد زي القمر طبعا يا لقاء. قولي لي بقى، يعني الافلام المصريه السنه دي يمكن قليله برضو زي كل سنه بس مميزه. فيلم الافتتاح يوم للستات، في فيلم البر الثاني، اعتقد في المسابقه العربيه في اكتر من فيلم، في فيلم اشتباك مشارك في المسابقه الرسميه. مبسوطه جدا، حاسه ان السنه دي ان شاء الله هتبقى سنه خير على السينما المصريه. اتمنى يا رب السنه الجايه يبقى في مشاركات اكبر كمان ان شاء الله. المكرمين، مين اكتر حد كنت مبسوطه ان هو اتكرم النهارده بصراحه؟ كلهم. دبلوماسيه. طبعا استاذنا الكبير يحيى الفخراني، طبعا مبسوطه انهم بيكرموا نجم شاب زي النجم احمد حلمي، وطبعا مخرج كبير زي النجم المخرج الكبير محمد كان، الله يرحمه. الله يرحمه. لقاء، انت بعيده شويه عن السينما، عايز اعرف السبب ايه؟ السبب ان مفيش افلام كتير تستوعب كل جيلي، مش انا لوحدي، جيل كتير، يعني جيلي مظلوم قوي في السينما. يا رب نقدر ننتج زي الاول تاني، يا رب السينما ترجع كمان الدوله تشارك في صناعه السينما تاني عشان نقدر نعدي المرحله دي. هنشوفك في رمضان 2017 ان شاء الله باذن الله، بس لسه التفاصيل مش هقولها دلوقتي. بتخافي من الحسد؟ انا عارف الحسد مذكور في القران.